جدة السيد أيمن حبيب الخبير الأكاديمي والإعلامي. مرحبا بك سيد أيمن. أهلا وسهلا. سيد أيمن، عندما تتوجه دول مجلس التعاون الخليجي لمجلس الأمن وتطالب بقرار تحت الفصل السابع، هل هي تنتظر من الولايات المتحدة أن تنفذ الفصل السابع أم أنها تستعد لأن تبحث عن الشرعية لكي تتحرك هي لاحقا على الأرض؟ التحرك الدولي كما نلاحظ جميعا تباطأ أو تلكأ كثيرا في التعامل مع الأزمة المقلقة جدا في هذه المنطقة الحساسة من العالم، والمطالبة أو المناداة بتدخل دولي معين عبر مجلس الأمن أو عبر أي آليات أخرى مسألة ملحة جدا، ولا تتوقف على الأمن الإقليمي فقط لهذه المنطقة الحساسة، وإنما ستكون لها انعكاسات سيئة. وهذه الترددات لا شك أضرارها ستنال الجميع. طيب سيد أيمن، ولكن أن تطالب دول مجلس التعاون الخليجي بصدور قرار تحت الفصل السابع من الأمم المتحدة عقب يعني ساعات من إجهاض قرار حول اليمن من قبل موسكو، ما الهدف منه؟ هل نيل الشرعية في حال أرادت أن تتحرك أم إحراج الدول الغربية؟ لا بد أن الدول الغربية تنهض بمسؤولية دولية هامة جدا في ظل المصالح والترابطات المتشابكة مع المنطقة ومع استقرار الضباط مهدد في ظل انقلاب الأوضاع بهذا الشكل الدرامي في اليمن. الحقيقة يعني الدول الخليجية بذلت جهد فردي بالنسبة لها كمجموعة وتحركت منذ نشوب الأزمة على أمل أن يذعن الحوثيون للحوار والمنطقة المنهجية السياسية والمعطيات، لكن يبدو أن كل هذه الفترات الطويلة التي استغرقها الوصول إلى مجلس الأمن أدت إلى تصعيد الأوضاع وتثبيت الهيمنة العسكرية. طيب، رح أرجع معك لمغزى الطلب نفسه سيد أيمن، مغزى الطلب نفسه، يعني الدول الخليجية كانت على دراية بأنه لن يمرر هكذا طلب لطالما هنالك قوى دولية لا تريد أن يمرر طلب تحت البند السابع، الإصرار عليه الهدف منه ماذا؟ الهدف منه إنقاذ الوضع بأي شكل ممكن، وحتى لو أدى إلى أن يكون هناك تحرك أو تصعيد على مستوى العمل العسكري. يعني لماذا يعني نستسلم لمثل هذه التلكؤات التي دائما تفاجئنا في قضايا مصيرية حساسة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية؟